ننتقل لتونس؟ يلا ننتقل لتونس. أنت سبق كمان وتوقعتي أنه تونس رح تصير مثل دبي صح؟ أي صح، وما بغير توقعي. وهلأ بقول لك مين رح يخلي تونس تصير مثل دبي. حلو، مع أنه الناس بعد عم تعلق على هالموضوع تعلق لأنه توكيف، ما هو في شخصية ممكن رح أقول لك عليه من خلال الوضع القائم في تونس اليوم والمتأزم سياسيا واقتصاديا، سنرى وسنسمع عن ظهور شخصية تونسية من خارج الوسط السياسي، وهي شخصية فنية سابقة وقد أصبحت اليوم من كبار رجال الأعمال البارزين والمعروفين والناجحين على الساحة التونسية. وهذه الشخصية صاحبة قلب ناصع وأيادي بيضاء ومحبوبة جدا من الشعب التونسي وخاصة من الجنس اللطيف. من هي هالشخصية؟ ولأن هذه الشخصية تحمل علامة مميزة على وجهها، يعني هي شهوة أو علامة، أراها ستصبح علامة فارقة في مستقبل تونس، لأنها تمتلك حضور فاعل وعلاقات دولية كبيرة وقوية، مما سيجعلها حاضرة بقوة على الواجهة التونسية خلال المرحلة القادمة، وأراها تلعب دور كبير وتتولى منصباً بارزاً لرئاسة تونس، وستكون هذه الشخصية قادرة على تحويل تونس إلى مربع اقتصادي وسياحي يوازي مدينة دبي. اف حلو، مين هالشخصية؟ بتعرفي كل هالتفاصيل عنها؟ يعني بتعرفي اسمه؟ يعني بقدر اقول لك انه اسمه ممكن يكون من 4 أحرف مش اكثر. طب اول حرف، اعطيني اول حرف بس. 4 من 4 أحرف. طب اول حرف بس. بعطيك حرف من اسمه بس مش اول حرف. طب اعطيني حرف من اسمه. الراء. الراء. نعم. بدنا نتوقع هلا مين. لا هلا اذا بدك فيني على الورقه والقلم جيب لك احرف اسمه، بس انا هيك طلع معي انه هالشخصيه اللي اربع احرف من ضمن. نعم. هالاحرف في حرف الراء، ممكن باسمه او بالعائله ما بعرف، بس هيدي الشخصيه اللي حكيت عنها هي يوما ما بنشوفها رح تجي لتكون رئيس، ليكون رئيس جمهوريه. طب هي باي مجال بالفن؟ بس شخصيه ما بعرف هيك شخصية. هي كانت شخصيه فنيه وليس سياسيه. اوكي. مصر. مصر أم الدنيا. أرى حصول اشتباك مسلح بيندلع بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح، على إمتى وكيف ما بعرف، وسيكون الجيش المصري حازماً للتصدي لأي اعتداء على الأرض المصرية أو على الجيش المصري، كما سنرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد المنطقة الواقعة ما بين مدينة رفح وسيناء بسبب حادث بارز ومهم. عدسات الإعلام ستكون ما بين مدينة الإسكندرية ومناطق مصرية ساحلية أخرى بسبب حدث طبيعي يعني أو كارثة طبيعية منا خطرة تطال بعض المدن الساحلية في مصر. الله يحمي مصر شعبا وأرضا. الله يحمي. سوف تتعرض إحدى المدن المصرية إلى هزة قوية جدا بتسبب حالة كبيرة من الهلع والذعر عند الناس، وتمر على خير بإذن الله. أزمة الكهرباء في مصر ستجد طريقها إلى الحل والانفراج خلال الأشهر القادمة. على سيرة مصر، ما بعرف إذا قريتي هالمقال، ولكن أنا طلع كتير بوجهي إنه ليلى عبد اللطيف عين السيسي لإنقاذ مصر. وين قريته؟ منتشر المقال على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. شو ردك على هيك عناوين؟ طب واللي قبله عيني كمان، واللي قبله الرئيس مبارك ولا الرئيس مرسي ولا، والله عيب. شو؟ عيب. كل بلد بيحكي عنا بعيني رئيس، شو بدي اقول؟ طب والتوقعات اللي بقولها والحرائق والزلازل كمان الرئيس بيقولوا لي قولي حيصير هيك. اصلا هالاشياء هيدي تعودت عليها وتعودت على الشائعات وتعودت انه ليلى عبد اللطيف قالت كذا كذا كذا، كلهم ليجيبوا نسبة مشاهدة عالية مش أكثر ولا أقل، ما عندهم شيء، فاشلين، فبيجيبوا اسمي وبقولوا ليلى قالت هيك. شفتوها؟ شفتوها صوت وصورة؟ لا. فإذا مش أنا مزور الموقع، ما لأنه فاشل ما عنده شيء، لما بيجيب سيرتي بيجيب نسبة مشاهدة لا أكثر ولا أقل. السودان. السودان. خلينا بالسودان أحسن. خلينا بالسودان. أرى عدد من السفن والطائرات الحربية في مياه وأجواء السودان لحدث مهم، وأرى أن الفتنة والصراع الذي يشتعل ويجتاح السودان اليوم سيؤدي إلى حصول غضب شعبي في الشارع السوداني يدعو إلى التغيير الكبير
ومن هنا سنرى مصر والسودان على جبهة واحدة لحماية أمن الحدود بين البلدين بسبب أحداث هامة. كما أرى أن المملكة العربية السعودية ستشكل المدخل والبوابة الأساسية للدخول إلى مرحلة إنهاء هذه الحرب على أرض السودان ووقف سفك الدماء. وبين عوامل المناخ القاسية ونتائج الحروب المدمرة، أرى السودان في مواجهة أخطار مناخية وغذائية للأسف وسكانية كبيرة وقاسية. ومن هنا أشعر بالقلق الكبير من وصول السودان إلى مرحلة التقسيم خلال المراحل القادمة أو السنوات القادمة. تقسيم من أي ناحية؟ السودان تتقسم.